إن العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه قد تغلغلت فيه عوامل الانقلاب أبعد متغلغل، وانبثت في عروقه فواعل التبدل أوسع منبث، على أن العامل الأكبر في هذا الانقلاب هو الحرب العامة. إن الحرب الكونية العظمى قد أتت بعجائب عظيمة وأرت ما لم يرى من قبل، فأنشأ الإسلام يميد ويضطرب. هكذا وصف أمير البيان شكيب أرسلان الانقلاب الشامل الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى في ديار الإسلام، فقد أدت الحرب إلى استكمال المسار الاستعماري في كامل العالم العربي، أي إلى إخضاع المشرق لنفس مصير المغرب، وذلك من خلال التسوية النهائية لما يعرف بالمسألة الشرقية. كانت المسألة الشرقية، أي مسألة انهيار الدولة العثمانية البطيء، أهم مشاغل السياسة الخارجية الأوروبية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كان هم القوى الكبرى تقاسم الغنائم فور وقوع الانهيار المتوقع. سلطان عبد الحميد II كان لدى عبد الحميد الثاني الذي حكم من عام 1876 إلى 1908 أو 1909 شعور بأن القوى الأوروبية كانت تلعب ألاعيب قذرة. كانت القوى الأوروبية حسب فهمه وفهم مستشاريه والمراقبين العثمانيين تدعم الحركات القومية الانفصالية داخل السلطنة العثمانية، حيث كان يعتقد أن القوى الكبرى كانت تستغل الدين والمسيحية تحديدا بهدف تسخير تلك الحركات القومية في إطار مسعاها لزعزعة الدولة العثمانية. ولكن رغم الوعي بوهن الدولة العثمانية واضطراب أمرها، فقد كان التمسك العاطفي بها باعتبارها دولة الخلافة شعورا طاغيا لدى معظم المسلمين والعرب. كان هذا الشعور من القوة خصوصاً أثناء الحرب، بحيث أن 700 من الجنود العثمانيين العراقيين الذين أخذوا أسرى إلى مصر عام 17 قد حاولت بريطانيا إغراءهم بأن تعيد إليهم حريتهم إذا هم قبلوا الانضمام إلى الثورة العربية التي انطلقت من الحجاز. كانوا 700 عراقي، ولكن عدد من رضي منهم بالانشقاق على الدولة العثمانية كان أقل من أصابع اليد الواحدة. كان الجيش العثماني يضم عند دخوله الحرب في نوفمبر تشرين الثاني عام 14 حوالي 300,000 جندي عربي من الشام والعراق، كانوا يمثلون حوالي ثلث قوام الجيش. وقد ارتفع العدد أكثر بفعل سياسة التجنيد طيلة سنوات الحرب، كما أن القيادة العثمانية كانت متعددة القوميات، فقد كان بين أعضاء هيئة أركان الجيش 9 ألبانيان وشركسيان وعربيان. أما الذي كان يحتل منصب الصدر الأعظم أي رئيس الحكومة آنذاك فهو المصري سعيد حليم باشا. Books such as the 1938 work by George Antonius. تتضمن بعض الكتب مثل يقظة العرب الذي أصدره جورج أنطونيو في عام 1938 تضخيماً لحجم التأييد الذي لقيته ثورة الشريف حسين على الدولة العثمانية في عام 1916، وترسم صورة شديدة السلبية عن 4 قرون من الحكم العثماني.
كما كان كثير من الاستعماريين الأوروبيين يعمدون لتشويه التاريخ العثماني وإلى القول بأنه قد كان من شدة الاستبداد، بحيث إن العرب رحبوا تقريبا بالاستعمار الأوروبي، لكن الواقع أن معظم العرب كانوا عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى يؤيدون الدولة العثمانية لأنهم كانوا يرون فيها حامية حمى الإسلام في عهد التوسع الاستعماري، بل إن كثيرا من المسيحيين واليهود العرب رحبوا خصوصا بعد عام 1908 بالإصلاحات الليبرالية وكتبوا يستحسنونها، ونادرا ما طلبوا باستقلال العرب عن الدولة العثمانية. لم يكن الولاء للدولة العثمانية يقتصر على العرب والمسلمين، بل إنه كان يشمل حتى اليهود من فلسطين حتى سالونيكا. بعد سقوط الأندلس وجد اليهود ملاذاً هنا في مدينة سالونيكا، إذ طيلة قرون من الحكم العثماني كانت هذه مدينة ذات أغلبية يهودية، إلى حد أنها كانت تسمى أورشليم البلقان أو قدس البلقان. ظلت سالونيكا حتى أوائل القرن العشرين مدينة منفتحة على الثقافات والأديان، وصارت منذ أواخر القرن التاسع عشر بمثابة مختبر لمحاولات الإصلاح والتحديث العثمانية التي بدأت بما يعرف بالتنظيمات. في هذه المدينة وفي هذا البيت بالذات ولد ونشأ مصطفى كمال، زعيم القومية التركية الحديثة. شاءت تحولات التاريخ وتقلبات مصير سالونيكا أن يصير البيت اليوم متحفاً تركياً في أرض يونانية. ولكن إذا كان لهذه المدينة العثمانية الأمس اليونانية اليوم شأن معروف مع زعيم القومية التركية الناشئة، فقد كان لها قصة غير معروفة مع زعيم حركة قومية أخرى جديدة سوف تغير خارطة المشرق العربي. عام 11 خطى شاب بولندي يهودي على هذا الرصيف، كان يعتمر تربوشاً تركياً مثل أي مواطن عثماني آخر. أتى هنا لتعلم اللغة التركية العثمانية قبل الانضمام لكلية الحقوق في جامعة إسطنبول. ما اسمه؟ ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة إسرائيل. كانت فترة الدراسة هذه في سالونيكا وإسطنبول مع صديقه إسحاق بن تسافي الذي سيصير فيما بعد رئيساً لدولة إسرائيل، عاملاً هاماً في تزايد ولاء بن غوريون لبلاده، أي للدولة العثمانية. وقد بقي بن غوريون على هذا الولاء حتى سقوط القدس في أيدي البريطانيين عام 17، كما حاول في بداية الحرب هو وبن تسافي مساندة الجيش العثماني بتكوين ميليشيا يهودية في القدس ضمت 40 رجلاً، بل إن الأمر بلغ حد ذهابه سراً إلى أمريكا في مسعى لحشد الدعم اليهودي للدولة العثمانية. سافر بن غوريون عبر مصر وبقي في أمريكا 3 أعوام ونصف عام، حيث جاب 35 مدينة في محاولة لتجريد جيش يهودي من 10,000 رجل للقتال مع الدولة العثمانية. لم تنجح المحاولة، وعقب سقوط القدس سافر بن غوريون إلى لندن عام 18 وانضم إلى الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني. وبمثل ما خدم السياسي اليهودي ديفيد بن غوريون الدولة العثمانية، خدمها الفنان الفلسطيني المسيحي واصف جوهرية. كان لواصف جوهرية وظيفة كتابية في الجيش العثماني، وكان من مهامه أن يعزف العود في بعض جلسات جمال باشا قائد الجيش في بلاد الشام، وتمثل مذكراته المنشورة شهادة نادرة عن واقع المجتمع الفلسطيني أثناء الحرب. ملك الفؤاد فما عسى واصف كان عازف عود بالدرجة الأولى وله تخت موسيقي، كان يؤلف ما يسمى بالتقاطيق وهي قطع موسيقية خفيفة
كان يقدمها بالحفلات العامة، ألف طقطوقة اسمها كرشات. وكرشات كانت استعادة لكل المأكولات المثيرة في فلسطين التي اختفت نتيجة المجاعة، وبسميها أصبحت بمثابة النشيد القومي الفلسطيني في تلك الفترة، وطبعا عن مزح لأنه كرشات كانت مجرد نوستالجيا للأكل المفقود. واحدة من مؤلفاته الظريفة أنه حول قطعة موسيقية كانت تغنى لتقريض الملك فؤاد الأول في مصر، وحولها بعد مجيء حكم البريطاني إلى قطعة موسيقية في مديح انتصارات مصطفى كمال أتاتورك في الأناضول ضد الجيش اليوناني والبريطاني اللي احتلوا اسطنبول بهذه الفترة. فنرى فيها نوستالجيا للدولة العثمانية اللي الآن فقدت كل سمات الشر، سمات الحكم البائد والمستبد وقسوة الحرب. صار في نوستالجيا لهذه الدولة وطلب من مصطفى كمال أنه يجي ويحمي فلسطين من مصير الوقوع في براثن وعد بلفور وتقسيم فلسطين ومنعه من الحصول على استقلاله. يا أيها الوطن الجميل، يا أيها الوطن الجميل. قاس المدنيون كثيرا أثناء الحرب في كامل أراضي الدولة العثمانية، ولكن أكبر المعاناة كانت في بلاد الشام. عندما نذكر الحرب العالمية الأولى فإن ما يخطر بالبال هو الجبهة الغربية والخنادق والبريطانيون والفرنسيون والألمان، ولكن الواقع أن معاناة الدولة العثمانية كانت أقصى بكثير من معاناة أي من القوى الأوروبية. فقد قتل في الحرب حوالي 9% من الشعب الألماني و11% من الشعب الفرنسي، ولكن نسبة القتلى العثمانيين كانت تتراوح بين 14 و25%. أصلاً بكل لبنان ثلث السكان ماتوا من المجاعة، ثلث السكان ماتوا وثلث شرحتوا وانتقلوا وتهجروا. يعني أصبح هناك كارثة ديموغرافية على اللبنان. يعني قرية في قرى بكاملها، عندي تقارير، قرى بكاملها اندثرت أو بقي ربعها أو بقي ثلثها. بيتنا نحن بيتنا انهد بالحرب، ووالدي جدي كان مهاجر انتقل إلى بيت آخر. تتاخد فكرة يعني إنما والدي عنده أرض وعنده يعني تين وإنتاج تين. في سبب آخر للمجاعة أيضا إنه المهاجرين كانوا يبعثوا أموال لأهلهم في الجبل، مثل جدي كان يبعث لوالدي خلال الحرب، ما عادت الرسائل توصل. يعني عندك خلل بالإنتاج الزراعي، خلل بالمواصلات، خلل بوسائل النقل، وسائط النقل، خلل باستيراد من مجيء المساعدات من المهاجرين. كيف بدو يعيشوا هناك؟ المجاعة هيدا إطارة، والمجاعة خطيرة جدا نتائجها على الناس. يعني عائلات بأكملها، أولاد، نساء تبيع عفافة بأكل، ناس رهنوا أراضيهم بالحرب مقابل حفنة من الحبوب. عندي قصص إذا بدك أقري لك يا أخ، يعني لشهود عيان مرعبة بالمجاعة. فهي حفرت في الذاكرة الجماعية للسكان وما فينا نشيلها. حفرت الحرب في ذاكرة هذه المعمرة اللبنانية الحاجة ميمونة الأمين، حيث لا تزال تستحضر كيف كان الرجال يتخفون أو يتنكرون في ثياب النسائية حتى لا يقع تجنيدهم إجبارياً فيما كان يعرف بسفر برلك.
ولكن أكثر ما حفر في الذاكرة هو فظاعة المجعة. يتجاوز عمر أم حسن 124 سنة، حيث ولدت عام 89 و800 ألف، أي نفس عام مولد الأديب الراحل ميخائيل نعيمة، الذي آلمته مشاهد المجاعة التي نكبت وطنه، فكتب ناعياً: أخي، إن عاد بعد الحرب جندي لأوطانه وألقى جسمه المنهوك في أحضان خلانه، فلا تطلب إذا ما عدت للأوطان خلانا، لأن الجوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم سوى أشباح موتانا. جوع كتير لما اجوا اهل الجبل واهل الضنية، هاي من الجوع، يشيلوا الحلقات من دينيون يبيعوهن بروحه تطحين هالقد، يجيبوا زعتر برا يكتوه او يحطوا هالقد طحين يبيعوه، يحبوا الرصوت هيك على الثلج، هيك شفتم بها العين هذا الجوكل هذا الجبله. ولكن ويلات الحرب بالنسبة لمواطني الدولة العثمانية لم تنحصر في المجاعة ولم تتوقف عند بلاد الشام. إذا نظرنا إلى الوضع في بلاد الرافدين ومع مجيء 600 ألف من المجندين الهنود في الجيش البريطاني، نجد أن جميع هؤلاء القادمين من مومباي مثلاً إلى موانئ أخرى قد كانوا يحملون أمراضاً مثل التيفوئيد والكوليرا التي كانت فظيعة، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى النوبات والغيبوبة. وهكذا فإن ما تعرض له كثير من الناس في العراق رغم عدم ذهابهم إلى الحرب هو العدوى. والحقيقة أن نسبة الضحايا بين المصابين بالأوبئة هي أعلى بكثير من نسبة الضحايا بين الذاهبين لجبهات القتال، إلا أنه قد كان أيضاً لجبهات القتال دور في العدوى، حيث أن اللاجئين الذين فروا من جبهات القتال كانوا يحملون معهم البرغوث والقمل، كما كان هناك انتشار للملاريا. وبسبب الخراب والحروب فإن المستشفيات أصبحت تفتقر إلى الأطباء والممرضين، وأصبحت مراكز الحجر الصحي التي كانت في حالة ممتازة قبل حروب البلقان عاجزة عن استيعاب أفواج المرضى. وهكذا فإن البنى التحتية في كامل الدولة العثمانية قد أصيبت بالانهيار. في السنوات السابقة للحرب كان هم إسطنبول منصباً على حفظ كيان الدولة من التصدع الداخلي والتدخل الخارجي. لهذا السبب قام أعضاء جمعية الاتحاد والترقي المعروفة بتركيا الفتاة بانقلاب أزاح السلطان عبد الحميد عام 8، وعملوا على التخلص من التدخلات الأوروبية المتفاقمة. ولكن المفارقة أن جنوحهم منذ حرب البلقان الأولى إلى الاستبداد في الداخل قد سهل تزايد التدخلات من الخارج. كانوا ينتمون إلى جمعية الاتحاد والترقي، وهذا حزب يجوز اعتباره نموذجاً أولياً ومبكراً لحزب البعث العربي وللأحزاب الناصرية التي ظهرت منذ منتصف الأربعينيات في العالم العربي. كان مشروع هذه النخبة في البداية عام 1908 هو الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية على أساس الحكم الدستوري، ولكنهم وجدوا أنفسهم ملزمين بمحاولة الدفاع عن السلطنة ضد تدخلات القوى الكبرى من ناحية، وضد الانتفاضات القومية الجديدة في الداخل من ناحية أخرى، وربما لم يكن هذا مقصدهم الأصلي، غير أن الحاصل أنهم صاروا في وضع المقاتل من أجل الحفاظ على السلطنة بداية من عام 1911، أي بداية من الغزو الإيطالي لليبيا، ثم أتت حروب البلقان فالحرب الكبرى. فكانت النتيجة أن كل هذا غيرهم وحول مشروعهم من الوعد بتحقيق الحرية للشعوب العثمانية
إلى السعي لضمان استمرارية السلطنة. لقد أدت الهزيمة النكراء في حروب البلقان عامي 1912 و1913 وضرورة الجلاء النهائي عما كان يعد مناطق عثمانية في البلقان إلى حدوث قفزة استثنائية في تطور القومية التركية نحو التعصب وفي جنوح هذه النخبة إلى مزيد من الديكتاتورية. في هذا السياق المتسم بتزايد الاستبداد الداخلي من ناحية وتزايد التدخلات البريطانية والفرنسية والروسية من ناحية أخرى، سعى حكام تركيا الفتاة للحلف مع ألمانيا. كانوا يدركون أن ألمانيا لم تكن أقل من القوى الأوروبية الأخرى ميلاً إلى الهيمنة، ولكنهم قدروا أن المصالح الألمانية لا تتناقض مع المصالح العثمانية. At the time, there were theories. ظهرت آنذاك في أوروبا نظريات تقول إن هذه القوى الأوروبية المتحضرة لن تتقاتل لفترة طويلة جدا، وإن هذه مجرد أزمة قد تنتهي بأسرع من المتوقع. على هذه الخلفية كان القادة العثمانيون يأملون في الحفاظ على حلفهم مع ألمانيا الذي كانت صلاحيته تمتد لسبع سنين فقط، وكانت غاية العثمانيين من الحلف التمكن من حماية حدود السلطنة وتعزيز مؤسساتها وإعادة بناء قدراتها الذاتية في نفس الوقت. كان العرب مدركين أنه لا علاقة لهم بهذه الحرب التي اشتدت عليهم وطأتها منذ البداية. كانت لدى العرب دوافع حقيقية للتفكير بمصيرهم بمستقبلهم بعد دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى. أولاً، فرضت دول الحلفاء على البلاد العربية، أي آسيا العربية آنذاك، فرضت عليها حصاراً اقتصادياً، منع الحجاج من الوصول إلى مكة بالنسبة للحجاز، منعت المواد من سكر، شاي، قهوة، زيت، كل هذه زيت كاز إلى آخره التي كانت تأتي من أوروبا منع دخولها إلى هذه البلاد، منعت تصديرات هذه البلاد إلى الخارج، ولذلك أصبحت البلاد في أزمة اقتصادية حادة. طيب، في هذا الوضع أيضا قال العرب هذه الحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، لماذا دخلها الاتحاديون؟ والشريف حسين بعث برقية عندما أعلنت الحرب مباشرة إلى الصدر الأعظم يرجوه أن يعيد النظر في الموضوع وألا يعلن الحرب لأنها ستكون وبالا على البلاد العربية جميعا وعلى الدولة العثمانية، وأن الاختيار بدخول هذه الحرب خطر كبير على الدولة. كان الحكام العسكريون في إسطنبول يعتقدون أن قوات ألمانيا والنمسا أقوى من قوات الوفاق الروسية والبريطانية والفرنسية، ولكن على الصعيد العسكري الصرف كانت برلين هي المحتاجة إلى التحالف مع إسطنبول، ذلك أن الدولة العثمانية هي الطرف الوحيد الذي كان قادراً على مساعدة ألمانيا خارج النطاق الأوروبي، وذلك باحتواء الخطر الروسي من جهة الأناضول وبإلحاق الضرر بالمصالح البريطانية في مصر والهند. بل إن الجنرال أريك لودندورف كتب في مذكراته أن دخول العثمانيين الحرب مكن ألمانيا والنمسا اللتين كانت قوتهما أقل عدداً وعدة من قوات الحلفاء من الاستمرار في القتال سنتين إضافيتين، ولولا العثمانيون لانتهت الحرب عام 16. هنا في بيت وزير الحربية أنور باشا في ليلة الأول إلى الثاني من آب أغسطس عام 14
عقد الحلف السري بين العثمانيين والألمان. كان أنور باشا متزوجاً من إحدى بنات السلطان، وكان من النخبة العثمانية التي تدربت في كليات ألمانيا العسكرية وأتقنت لغتها وأعجبت بثقافتها ونهجها في التحديث. كان ساسة الاتحاد والترقي معجبين أيما إعجاب بالنهج الألماني، أي البروسي البسماركي، في التوحيد والتحديث. فقد نهجت ألمانيا نهجاً خاصاً بها اطلع فيه الجيش بدور الإله المنشئ للأمة والدولة إنشاء، وكان التصور السائد الذي أثبتت صحته الوقائع أن الأمة الألمانية والدولة الألمانية إنما أنشئتا بقوة إرادة بروسيا والجيش البروسي، إذ إن ذلك هو جوهر مشروع بسمارك. بالمثل، كان ساسة الاتحاد والترقي يعتقدون أنهم ناهجون نهج بروسيا في إطار الدولة العثمانية. لم يقتصر الإعجاب بألمانيا على النخبة العثمانية، فقد كان كثير من العرب أيضاً معجبين بالتجربة الألمانية في التوحيد القومي والبأس العسكري والنهضة العلمية والاقتصادية. وقد عبر الشاعر اللبناني سليمان ظاهر عن هذا الإعجاب في قصيدة عن الحرب العالمية الأولى بعنوان حرب القرن العشرين قائلاً: وللألمان فيها معجزات بمحكم آيها الدنيا تزان، لهم فيها كما في العلم نجم، له في كل محمدة قران، فسلمهم علوم واقتصاد، وحربهم فتوح وافتعان. لم يكن إعجاباً من جانب واحد، ذلك أنه كان للقيصر فيلهلم الثاني في المقابل قصة جذاب مبكر إلى الشرق الإسلامي، فقد قام بزيارة مشهودة إلى إسطنبول عام 89 و800 وألف، واتضت الصداقة بينه وبين السلطان عبد الحميد، وكان من ثمارها توقيع اتفاق شق خط سكة الحديد المعروف بخط برلين بغداد، الذي كان يطمح القيصر من خلاله إلى الالتفاف برياً حول القوة البحرية البريطانية، وإلى تحويل المشرق بأكمله إلى منطقة نفوذ ألمانية. عام 98 و800 وألف قام القيصر الألماني بزيارة ثانية للدولة العثمانية، شملت إسطنبول وبعلبك إضافة إلى القدس التي دخلها دخول الفاتحين، وإلى دمشق التي احتفت به أيما احتفاء لما رأت من زيارته لقبر صلاح الدين الأيوبي وأمره بترميمه بأموال ألمانية، وإعلانه هناك أن قيصر ألمانيا هو صديق لجميع مسلمي العالم 300 مليون. بل إن الدعاية الألمانية سربت شائعات عن اعتناق القيصر للإسلام، حتى أنه صار يلقب شعبيا بالحاج فيلهلم. على هذه الخلفية من الغزل القديم وتحت ضغط السياق العالمي الجديد، تم توقيع الحلف السري العثماني الألماني. ولكن النخبة العثمانية الحاكمة لم تستطع التوفيق بين الغايتين، أي الحفاظ على الحلف مع ألمانيا والبقاء على الحياد في الحرب. ناور العثمانيون الألمان وماطلوهم
أكثر من 3 أشهر، ولكنهم اضطروا في 14 من نوفمبر تشرين الثاني لدخول الحرب، بل إن المفتي الأكبر قد نادى بالجهاد من هذا المكان في جامع الفاتح في إسطنبول. أثارت الدعوة إلى الجهاد أملاً لدى ألمانيا في احتمال اندلاع انتفاضة إسلامية ضد أعدائها، أي ضد روسيا في آسيا الوسطى وبريطانيا في مصر والهند وفرنسا في المغرب العربي. ولهذا فقد قامت برلين بمساع لدى إسطنبول للتشجيع على إعلان الجهاد، وما إن تم ذلك حتى بدأت برلين في بذل محاولات ممنهجة لاستثمار الدعوة إلى الجهاد استثماراً دعائياً يخدم مجهودها الحربي. فكان أن استعانت بمثقفين وعلماء دين عثمانيين، كان منهم أمير البيان شكيب أرسلان والشيخ صالح الشريف التونسي، الذي نشر له في برلين كتاب بالألمانية بعنوان حقيقة الجهاد. بل إن الأمر بلغ بالسلطات الألمانية حد الأخذ منذ عام 15 في إصدار جريدة باللغة العربية لهذا الغرض اسمها الجهاد. كانت دعاية برلين الموجهة للعرب والمسلمين جزءاً من نظرية الحرب الشاملة التي بشر بها السياسي آرثر زيمرمان، وتحمس لها قطاع واسع من النخبة الألمانية. أما الأكثر تحمساً فهو كبير الجواسيس الألمان في البلاد العربية ماكس فون أوبنهايم، الذي يمثل بالنسبة لألمانيا ما يمثله لورنس العرب بالنسبة لبريطانيا. كان أوبنهايم مهندس أنشطة الدعاية الألمانية في البلاد الإسلامية، وكان من بين المذكرات التي رفعها لوزارة الخارجية مذكرة بعنوان التحريض على الثورة في البلدان الإسلامية الواقعة تحت حكم أعدائنا. وقد كان لأوبنهايم دور فاعل في التخطيط لمشروع سكة الحديد المعروف بخط برلين بغداد. لقد كان شديد الشغف بهذا المشروع نظراً إلى وطنيته كألماني وإلى اهتمامه بالشرق الأوسط. وبحلول عام 1899 كان صيته قد ذاع باعتباره رحالة ذا خبرة واسعة ومعرفة دقيقة، ولهذا فلم يكن من المستغرب أن يتصل به سايمونز الذي كان آنذاك مدير دوتشي بانك أكبر ممول لخط سكة برلين بغداد، ويطلب منه إجراء استكشاف في شمال سوريا لتقديم المشورة حول أفضل المسالك لبناء خط إضافي يمتد من حلب إلى الموصل. فكان أن ذهب أوبنهايم إلى شمال سوريا في بعثة استطلاعية أنفق عليها من ماله الخاص بزعم أنها بعثة للتنقيب عن الآثار. وقد حدث بمحض الصدفة أن قام بأكبر اكتشاف أثري في حياته، حيث عثر على مجموعة آثار هامة في موقع تل حلف. ذلك أن ما كان يحاول القيام به فعلاً هو استكشاف المنطقة خصيصاً لغرض تسهيل تحقيق مشروع خط برلين بغداد. وقد كتب تقريراً كانت الصفحات المخصصة منه لسكة الحديد بين الحلب والموصل أكثر بكثير من الصفحات المخصصة لاكتشافه الأثري الهام في تل حلف. رغم استبسال الجنود العثمانيين في القتال وذلك بشهادة أعدائهم البريطانيين والروس، فإن القيادة العسكرية العثمانية ممثلة في رجل النظام القوي وزير الحربية أنور باشا قد ارتكبت في حق جيشها أخطاء شنيعة بلغت حد الجرائم. فقد أرسل أنور باشا عشرات الآلاف من الجنود في شتاء عام 14 وعام 15 إلى منطقة ساريكامش في شرق الأناضول للقتال ضد الروس، ولكن معظم الجنود كانوا دون أسلحة بل ودون أحذية، بحيث قضى في هذه الحملة أكثر من ثلثي القوات العثمانية
أي أكثر من 40,000 جندي، فيما وصفه ضابط ألماني بأنه كارثة لا مثيل لها في التاريخ العسكري. كان هذا الشيخ المعمر التركي طفلاً في 12 من العمر عام 14، وقد شهد الجثث تحمل في العربات بالمئات. أما ما حفظته الذاكرة الشعبية هنا في ساريكامش بألم بالغ، فهو أن معظم هؤلاء الجنود لم يموتوا بنيران العدو الروسي، بل إنهم ماتوا من أثر الجوع والبرد تحت ثلوج الشتاء. لهذا لا تزال الفاتحة تتلى على أرواح هؤلاء الشهداء كل يوم جمعة، ولا يزال الكبار مثل هذا الشيخ يتذكرون الشعارات الشعبية التي راجت آنذاك، والتي كانت تتهم أنور باشا بخذلان جنوده خذلاناً بلغ في نظر الأهالي حد الخيانة. جاء الكفرة بمالهم الوفير الذي يطن طناً، فباع أنور باشا تركيا بعملتهم الأجنبية. في هذا السياق بالذات، سياق كارثة ساريكامش، أخذت تعتمل العناصر التي سوف تؤدي إلى كارثة أكبر وأخطر بكثير. بدأ مسلسل الأحداث بقرار رسمي من إسطنبول يوم 27 من مايو أيار عام 15 بتهجير مئات الآلاف من المواطنين العثمانيين الأرمن. أما النتيجة النهائية فقد تمثلت حسب تقدير المؤرخ التركي خليل بركتاي في تشريد ما بين 1.5 مليون أرمني، ومقتل ما بين 600,000 و800,000 آخرين. أثناء حملة ساريكامش، أبرق أنور باشا إلى طلعت باشا المسؤول الثاني في الدولة ووزير الداخلية في إسطنبول، يقول له إن الروس يقومون بتهجير جميع المسلمين من القوقاز باتجاه خطوطنا، مما يصيب مجهودنا الحربي بالإرباك. أفلا ترى معي أن علينا بدورنا أن نهجر مواطنين الأرمن نحو الأراضي الروسية بهدف الانتقام وبهدف إيقاع الروس في إرباك مماثل اقتصاديا وإداريا؟ هذه حسب علمي هي الصيغة الأولية لنشوء فكرة تهجير الأرمن. وقد رد طلعت قائلا: لا لا، فلنفكر في الأمر مليا. إلا أن ما حدث هو أن الفكرة تطورت بمضي الوقت حتى صارت تتمثل في تهجير الأرمن تهجيرا واسعا نحو الأقاليم العربية، كما أن الاتحاديين اتخذوا إجراءا احترازيا تمثل في نزع سلاح أي أرمني يخدم في الجيش العثماني. ثم اقترنت عمليات تجريد الجنود الأرمن من السلاح مع الزج بهم في كتائب مخصصة لأعمال السخرة، وقد أدى هذا إلى تفاقم التوتر وإلى اندلاع انتفاضة في فان، فأصبحت منطقة شبه محررة. ولكن الجيش العثماني تمكن من قمع الانتفاضة، وكانت النتيجة أن ساد الانطباع بأن الأرمن أصبحوا فئة لا يؤمن جانبها، أي فئة معادية. في ضوء هذه التطورات قرر الرأي عند أنور وطلعت وبدرجة أقل عند جمال على ما يبدو بأننا لا يمكن أن نتهاون فنسمح لما حدث لنا مع اليونانيين بأن يحدث مجدداً. إن من الواضح الجلي أن جميع هؤلاء الأرمن قد فشت فيهم النزعة القومية، وأنه لا يمكن الثقة بهم، وأنهم مستعدون للخيانة، ونحن في حالة حرب. لا سبيل إذن للتهاون وللسماح بأن يتكرر الآن ما حدث مع قوميات البلقان، فلنأخذ بزمام المبادرة ولنتخذ إجراءات استباقية. وهكذا بدأت الأحداث المؤدية إلى إبادة الأرمن.
هجر الأرمن إلى بلاد الشام حيث كانت محنتهم كبيرة في العقود الأولى من القرن العشرين. أما اليوم فإن أولادهم وأحفادهم جزء من النسيج الاجتماعي في المنطقة مثل ما هو الحال هنا في بيروت. على أن بلاد الشام بأكملها قد قاست الأمرين أثناء الحرب، حيث لا تزال سنوات الحرب الأربع تعد إلى اليوم مرادفاً للحكم العسكري التعسفي الذي ترمز له شخصية جمال باشا الذي يعرف في الشام بجمال السفاح. كانت في هذه الأثناء يعني بعد إعلان الحرب بعشرة أيام قررت الحكومة التركية آنذاك إرسال أحمد جمال باشا والياً على بلاد الشام، وكان في الوقت نفسه وزيراً للبحرية، وكانت مهمته أن يقود حملة عسكرية لتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. بدأت الحملة تأخذ مجراها التنفيذي، ووصلت الحملة إلى قناة السويس وبدأوا ببناء الجسور وإرسال القوات. لم يتمكن، بنوا ثلاثة جسور لم ينجح منها إلا جسر واحد نزل فيه حوالي 600 جندي معظمهم من العرب، ألقى القبض عليهم الإنجليز بالطرف الآخر من القناة ولم يجروا بعد ذلك على إرسال قوات أخرى. على أي حال هذه الحملة وفشلها كان لابد لجمال باشا من أن يجد صيغة أيضا لتبريرها، فقال أن العرب لم يسمحوا لي، وخاصة هؤلاء المثقفون لم يسمحوا لي أو متأثرين بالدعاية للشريف حسين الذي اعتبره خائنا لأنه تمرد على الدولة العثمانية آنذاك. وهذا وهكذا بدأ بمتابعة التحقيق مع المثقفين العرب من بلاد الشام بوجه عام، حوكموا، وأول وجبة كانت 11 شابا مثقفا قدموا للمشانق وشنقوا في بيروت، ثم تبعهم الموجة الثانية 21 شاب أيضا أعدموا في دمشق. مرحلة جمال باشا مرحلة مظلمة في تاريخنا، المجاعة، الشنق، الجواسيس، التجويع، الفساد، التآمر، المشانق، مش بس بالساحة المزة وساحة الشهداء ببيروت البرج، أيضا بحيفا كمان بزيت الوقت يعني قتلوا الانتليجنسيا العربية اللي كانت عم تفاوض. يعني عبد الكريم الخليل من هو؟ كان زعيم النادي العربي اللي عم يفاوض باسطنبول. عبد الحميد الزهراوي مين هو؟ كمان رئيس المؤتمر العربي يلي راح على باريس وراح على اسطنبول وفاوض. بس هني فكرهم انه منقضي على الانتليجنسيا، خلص قضينا على الحركة العربية، نرهب الناس. يعني استراتيجيته البطش والعزف والقتل والقبضيات واخضاع الإكليروس، اخضاع رجال الدين. benim adı Nikol. Tamer'e geçiyoruz Tamer. İşte konuşuyorlar. ولكن رغم قسوة التاريخ فإن الصلات الثقافية والإنسانية لم تنقطع أبدا بين العرب والأتراك، بل إن اللغة التركية لا تزال هي اللغة الأم في هذه القرية الصغيرة في شمال لبنان، حيث أن أهالي الكويشرة اليوم هم أحفاد العائلات التركية التي بقيت في لبنان بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولهذا فإن الطلاب هنا يواظبون على دروس اللغة التركية، أما المتفوقون والمتفوقات فإنهم يحصلون على منح جامعية للدراسة في تركيا.
مثل ما هو شأن هذه الفتاة التي تدرس العلاقات الدولية في جامعة أنقرة وتطمح للعمل في السلك الدبلوماسي اللبناني لتعزيز علاقات العربية التركية. هلأ إذا نحن بدنا نطلع على كتب التاريخ الموجودة عنا بالدول العربية بيكون انطباع كتير بشع عن الدولة العثمانية، لأنهم هن بيصوروا لنا الدولة العثمانية كجزار، كدباحين، كقتلوا كتير من الدولة اللبنانية من الدولة السورية بوقت أصلا ما كان في ولا سوريا ولا لبنان من الشام. بس إذا بدنا نطلع على التاريخ الأصلي كأي دولة موجودة مش محتلة، يعني كدولة عثمانية كان عندها كمان الانطباع الإيجابي، بس هذا الانطباع الإيجابي مش موجود عندنا بالدول العربية. عم يعطونا على طول الانطباع السلبي عن الدولة العثمانية. بس هلأ بعد ما تركيا كمان رجعت من راجع وجديد، رجعت على إجريها، فينا نقولها هيدي الكلمة، رجعت هلأ كل الدول العربية رجعوا مع علاقات وطيدة مع الدولة التركية. وفرت الحرب العالمية الأولى سياقاً عاماً لتطور ثلاث حركات قومية في الشرق، هي الحركات العربية والتركية والصهيونية. وبذلك كرست الحرب طلاقاً سياسياً صاخباً بغيضاً بين العرب والأتراك. بالنسبة لعرب المشرق، لم يبقى من أربعة قرون كاملة من التاريخ العثماني في بلاد الشام سوى ذكرى أربعة أعوام رهيبة، هي مرحلة جمال باشا. لكأن أربع سنين عجاف أكلت أربعة قرون سمان. أما بالنسبة للأتراك فقد عد تنامي الشعور العروبي، خصوصاً بعد انطلاق الثورة العربية من الحجاز، خيانة وطعنة في الظهر. سياق تاريخي إشكالي استخلص دروسه المواطن العثماني ديفيد بن غوريون، ذلك أن دلالة قصة الزعيم الصهيوني تتمثل في الظاهر في سرعة القفز فور سقوط القدس من سفينة الولاء العثماني إلى قارب النجاة البريطاني. أما في الجوهر فإنها تكمن في اغتنام اللحظة التاريخية الفارقة التي أنتجتها الحرب الكبرى في عالم الشرق، إنها لحظة انتهاء زمن الإمبراطوريات وانفتاح أفق القوميات.